السلام عليكم ورحمة الله. أخي الحبيب، هل تصدق أن هذا البحر البارد المتلاطم الأمواج ألوان أزرق، تدرج اللون الأزرق مع الهواء والشمس، هذا المنظر الجميل، تظن أن أعماق هذا البحر كذلك؟ لا، عندما درس العلماء جميع محيطات وبحار الدنيا وجدوا أنها تقبع على قشرة رقيقة جدا ملتهبة، يعني قاع هذا البحر دائما فيه مناطق تتدفق منها الحمم المنصهرة، وفيه مناطق يحدث فيها براكين، وهناك نيران تشتعل في قاع هذا البحر. سبحان الله، مثل هذه الحقيقة أيها الأحبة يستحيل لإنسان قبل اختراع الغواصات أن يعلم هذه الحقيقة، يستحيل. لماذا؟ لأن أي إنسان لا يستطيع أن يغوص أكثر من 10 أمتار أو 20 متر، حتى لو غاص 100 متر لو تمكن من ذلك لن يرى شيئا. هناك على عمق أكثر من 10 كيلومتر براكين وتشققات وصدوع في عمق المحيط تخرج منها النار. إذن التوصيف العلمي لهذه الظاهرة، نستطيع أن نقول إن هذا البحر تحته نار ملتهبة. هذا التعبير دقيق 100%، ويتفق مع الأبحاث العلمية والمشاهدات العلمية. قبل مدة قليلة تمكن العلماء من اكتشاف على عمق 400 كيلومتر إلى 600 كيلومتر تحت قاع البحر اكتشاف منطقة فيها ماء. هذه المنطقة كمية الماء فيها أكثر من 3 أضعاف البحار والمحيطات مجتمعة. تخيل يعني البحر هذا كم كمية الماء فيه بالإضافة لكل البحار والمحيطات، لا يشكل إلا 1/3 الماء المكتشف تحت الطبقات النارية في أعماق البحار. أستطيع بناء على هذه الحقيقة العلمية أخي الحبيب أن أبني لك هذه العبارة الصحيحة علميا، أن هذا البحر تحته يوجد نار، وتحت هذه النار يوجد بحر أعمق وأكثر غزارة وأكثر ماء منه. طيب، مثل هذه الحقيقة يستحيل على إنسان أن يعرفها، وبخاصة في القرن 7 الميلادي حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم. انظر معي ماذا يقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام، يقول: إن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. والله الجلد يقشعر. أنا عندما أرى أحدث الدراسات العلمية في عام 2024 اليوم تتحدث عن نيران ملتهبة تحت هذا البحر، وهناك طبقة عميقة جدا بحر آخر أشبه بمحيط هائل يقبع تحت هذه النيران، ثم نجد حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. والله كما قال تعالى عن هذا الحبيب: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.